متابعين حلقتنا الخاصة، وشكرا كثير للتنور بشارة مفرج اللي سمعنا منه أفي ماريا بأول فيرسيون. صح غسان. صح صحيح. صباح الخير إلي لك وللمشاهدين. اليوم عندنا حلقة مميزة جدا، أولا لأنه مثل ما قلت الموضوع هو هالقد كبير وهالقد حلو وهالقد غني، موضوع الأفي ماريا وقدين كتب أفي مارياز خلال، يعني تاريخيا عم نحكي ولحد اليوم قدين بعده عم ينكتب. بقى أول فيرسون سمعناها هي من كاتشيني، مع العلم أنه هي فعلياً منها لكاتشيني، يعني هلأ رح أخبر شوي صغيرة عنها. أولاً بدي أتأهل كتير بالتنور الصديق بشارة مفرج، أنا كتير سعيد أنه يكون موجود معنا اليوم، أولاً لعدة أسباب، لأسباب فنية محض، لأنه أنا أكيد عندي أعجاب كبير بصوته لبشارة، وثانياً لأنه صديق غالي كتير علي وبتجمعنا هواية مشتركة اللي هي الصيد، بقى هيدي لحالها بارونتيز. بقى وكمان اكيد انا كثير سعيد يكون معنا البيانيست جوزيف صالح، البيانيست الموهوب جدا. بقى بنوعد مشاهدين اليوم بحلقه رح تكون كثير حلوه، كلها صلاه وكلها بنفس الوقت يعني في حتى الناحيه الجماليه بتكون كثير حلوه، لانه هالقد هالافي مارياز مختلفين عن بعضهم اللي انكتبوا، رح يلاحظوا المشاهدين قد فيها غنى هيدي القصه. غسان، بشو الاختلاف بالتحديد؟ الاختلاف في اول شيء بالنسبه للمود اللي جوات الافي مارياز، يعني بمطارح معين في عندك هيك فاريانت خلينا نقول بتاخذك على اجواء مختلفه عن بعضها، بلس اذا بدي فوت شوي تكنيكلي، يعني هي بمجرد ما انه التوناليتي عم تتغير اذا كان بين مينور بين ماجور بين ريتميك ما حتى بغير لك كمان المود تبعها. هلا مع العلم انه المضمون بشكل اساسي هو شبيه هو لبعضه، يعني اللحن والكلام هو ذاته اللحن، لا حتى اللحن مختلف. طبعا طبعا اللحن هو اللي بيختلف بين 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 افي ماريا بس يعني اللي عم نحكي ميلودي هي ذاتها ولا لا؟ لا لا ابدا ابدا، ميلوديات مختلفه كليا كليا. وهذا اللي بغيرها، يعني لانه كل وحده منهم لها مؤلف معين، لها ملحن اللي هو كتب لها الميلودي عليها. مثلا انا مؤلف افي ماريا، انا ما لها علاقه بالافي ماريا اللي بتسمعها اليوم، اللي رح نسمعهم اليوم. بقى هيدي هي هذا اللي بيميز اذا بدك افي ماريا عن عن الثانيه. بقى بشار اهلا وسهلا فيك مجددا، خبرنا كيف تجربتك انت مع الافي مارياز، لانه بعرف انه انت كمان الريبرتوار، خلينا نقول مش بس الاوبرا، يعني الريبرتوار ريليجيو هو كمان مهم لك، لانه انت انفولفد شوي بهذا الموضوع. اكيد انا انطلقت اول شيء من جوقه، وبعدين على تترت الوحده بالكنيسه، وانطلاقتي الاساسيه كانت من وراء افي ماريا اللي غنيتها هلا كاتشيني، اللي غنيتها بسانتا ماريا ماجوري، ومن وراها اجوا اخذوني قالوا لي خليك عنا وخلينا عنك اوبرا. كان عمري 17 سنه بايطاليا، كانت بايطاليا بقى، كانت فلورنس، كانت لا سانتا ماريا ماجوري بروما، بروما سوري، كانت انطلاقه يعني اذا بدك مباركه. اوكي اي لا واضح، وحده من اجمل الكنائس بالعالم للعذراء. طيب بشاره اليوم كم افي ماريا رح تقدم اليوم؟ خمسة وعنا شيء بونس كمان. وعنا بونس كمان. هلا الأفي ماريا الثانية اللي رح نسمعها اللي هي لمسكاني، اللي هي ألفها سنة 1890، هيدي يعني عن عمل أدابتاسيون للإنترميزو تبع أكيد العمل المهم جدا اللي هي كافاليرا روستيكانا تبعه لمسكاني، نعمل أدابتاسيون عليها ونحط عليها كلمات الأفي ماريا. هلا هيدي من الأفي ماريا يمكن اللي ما كتير ناس بتعرفها، ونحن هيدا واحد من أهداف هيدي الحلقة إنه نعرف الناس على، لأنه
في ثلاثه افي مارياز كثير معروفين وهوليك مانو معروفين يلي هن هذا الاساسيات الكاتشيني اللي سمعناها بالاول. نعم. ورح نرجع نسمع بعدين خلال الحلقه شوبرت ورح نسمع جونو هول اللي كثير معروفين الناس بتعرفهم. هذا مثلا تبع مسكاني الناس ما بتعرفها كثير بقى بشاره رح يعرفنا عليها. ايه رح يعرفنا عليها بشاره. تفضل بشاره. لا غسان ليش يعني اعمال هالقد ناجحه مثلا بالوقت يعني وقت اللي سمعنا مثلا اول افي ماريا وانطلقت للعالم ليش ملحن بده يخوض هالمغامره؟ لعده اسباب بقراءاتك يعني. ايه بالضبط لعده اسباب وانا بنطلق من حالي خليني اقول انه انا ليه الفت افي ماريا. اولا لانه الموضوع هالقد انسبايرنج انه عم تتوجه للعذراء وبهالطريقه اللي هالقد فيها خليني اقول يعني فيها ناحيه قداسه اذا بدك ناحيه خشوع اللي هي ما في عرض عضلات خلينا نقول بقى. هيدي الشغله على طول بتحفز كل كومبوزر انه يكتب لها. الشغله الثانيه انه هالقد انكتب افي مارياز يعني صار نوعا ما انه كل كومبوزر هيك عنده نوع من شوق انه يقدر هو كيف بتكون الفيرسيون تبعه كيف بيقدر يشوف هالشغلة اللي انكتبت بعدة طرق هالكلمات اللي انكتبت بعدة طرق. هلا مع العلم اللي مهم قلك انه الفيرسيون تبع الافي مارياز في كتير اشياء الكلمات مختلفة عن بعض يعني حتى في اختلاف الكلمات. أوكي. يعني في ناس كتبوا افي مارياز حطوا كلمات هن مش الكلمات اللي بنعرفها بس اخر شيء عم يتوجهوا للعذراء بطريقة من الطرق. هلا رح نسمع لكينا افي ماريا مسكاني من بشارة مفرج. حلو كثير وفعلا مختلفة عن أول فيرسيون سمعناها للأفي ماريا. طبعا الشعوب كلها ترجمت هالسلام الملائكي ومنها كثير حافظ على اللحن الأساسي مش هيك أكثر شيء يمكن سمعناه أول شيء. صحيح صحيح يعني بهيك بتذكرك بالأشياء اللي أكثر شيء متداولة خلينا نقول. الفيرسيون اللي هلا رح نسمعها اللي هي من أشهر الأفي مارياز بعتقد اللي هي لشوبرت
طبعا المؤلف النمساوي. القصه تبعها اللي شوي رح بتفاجئ لانه هي بالاساس ما كانت افي ماريا هيدي، الفها سنه 1825. هي كانت بضمن يعني خلينا نقول موضوع كليا مختلف. هي كانت ستي ان شان بويتيك وبيحكي عن موضوع ألان دوغلاس، يعني هي ستي لادام دولاك اسمه العمل. ألان دوغلاس اللي هي كانت هربانه خلينا نقول على بمغاره معينه لانه الملك امر بقتلها هي وهي وبيا، وهي يعني رجعوا عملوا لها فيرسيون بطريقه انه عم بتغني للعذراء، رجعوا عملوها ادابتاسيون افي ماريا. دونك هيدي قصه شوبرت يعني. صح صحيح. بقى صارت الافي ماريا تبع شوبرت اللي بنعرفها اللي فعلا يعني هي من اول اشياء من اول فيرسيون اللي بتفكر فيها. بقى نسمع منك بشارة مفرج أفي ماريا شوبرت. حلو كثير كمان يعني فعلا هالثلاث قطع كل وحده احلى من الثانيه. صح صحيح صحيح. بشارة بدنا نطلب منك ترجع تنضم لنا شوي تنخبر عن، لانه فعلا بشارة عم يعمل باركور انترناسيونال عن جد كثير بهيك بشرف وهيك هو نوع من اكزامبل اذا بدك للناس اللي هالقد عندهم انطلاقا من بلد مثل لبنان قادرين ينطلقوا للعالميه. بقى نحن فخورين فيه لبشاره ورح نحكي اكثر مثل غسان عن هالباركور مع بشاره بس بعد البريك. تابعين حلقتنا الخاصه من ميوزيكال بعيد انتقال العذراء، وكنا قلنا بدنا نحكي مع بشاره اكثر عن الباركور، مش هيك؟ صحيح صحيح. بعالم الفن والموسيقى. بقى بشاره سؤالي لك بشاره، هلا انت اليوم يعني من هيك عم نقول هذا الشيء بحفز شوي الطلان اللبنانيه خلينا نقول انه يكون عندهم هذا الطموح لانه قادرين يظهروا لبرا وقادرين يلمعوا برا، مش بس هيك. بقى خبرنا شوي صغير بشاره، هلا اليوم انت البرفورمانس تبعك عم بيكونوا بعدة مطارح بالعالم، يعني عم نحكي في لندن شغلة أساسية. أول شيء خبرنا شوي عن لندن لأنه أنت عندك وضع خاص لأنه عندك ستاتيو رسمي بلندن، خبرنا شوي عن هذا الموضوع. هي من أحسن الأشياء اللي صارت بآخر فترة بالكاريير تبعي أنه الدولة البريطانية قدمت لي إقامة دائمة اسمها Exceptional Talent Residency لأنه عايزين صوت مثل صوتي تينار لبوست معين بكوفن جاردن والأوبرايات يلي حواليه.
هيدي اذا بدك صفه رسميه بيقول انه بروح كلبناني انجليزي وبظهر من انجلترا على غير بلدان كانجليزي. اوكي اوكي. طيب وهلا مثلا شو الاعمال اللي قدمتها السنه؟ خلينا نقول اوبراز مش بس بلندن، يعني عندك لندن، عندك عملت بنوفي ساد كمان. مزبوط. عملت كان عندي باركور كثير كبير. يعني كنت عامل بعمل ترافياتا بنوفي ساد، نفس الليله بسافر على ايطاليا بعمل لابوهام، ثاني نهار بعد يومين بعمل كليوباترا برو والالبرت هول، برجع على بوين بكلونتر، برجع بجي تمرين ريغوليتو بصربيا، برجع بعرض ترافياتا. بقى بحب اقوله كنت عم اقول لطلع انه الباركور منه هين والطريق بدها تضحيه. اكيد مش بس أكيد. يعني الانكم اللي بتاخده هو قد انت عم تتعلم وقد عم تتطور، مش شو عم تعمل ب ب ب مصرياتك اذا بدك. مثل ما بقوله بقى في قصه بدها كثير تضحيه، مش بس الواحد يعرف يغني. اكيد اكيد بشارع. فعلا الشيء كثير مميز اللي عم بتقوله. قد ايه باقي بلندن هلا؟ انا مقيم بلندن، بجي بالشهر مره على يعني المشروع اللي ارتبطت فيه مفتوح. مفتوح اقامه دائمه. اول كونترا 5 سنين مع الاوبرا وقابل للتجديد اكيد. طيب هذا حلو، شيء كثير حلو، شيء كثير حلو. بعد 5 سنين شو بتشوف لبعدين؟ شو مفكر هلا؟ كل مغني اوبرا بيطمح بالمسارح العالميه اللي بعد ما وصل لها. من انا يعني ديجا غنيت بمسارح كثير كبيره عالميه بلا ما نسميهم كلهم، بس بعد في متروبوليتن نيويورك، بعد في مطارح انا بعد ما روليت بعد ما قدرت غنيها، واوبرايات بعد ما وصلت لها بدي دق بابها يعني ان شاء الله. شو الدور اللي عينك عليه عبالك تقدمه؟ كان لابوام وغنيته سنه الماضي والقبله. ما بقى في غيره؟ لا في رولات كبيره بس مثل ما بقولوا الحلم كان لابوان. حلو وتحقق. والفيدباك كان فظيع عليها، يعني شغله كثير كبيره. طيب غسان، اليوم عندنا يعني مثل موهبه بشاره، موهبه كثير كبيره، والحلو انه بشاره يعني كان عايش بلبنان واجى العرض، مش هيك؟ مزبوط. واجى العرض لبرا، مش خلق برا وانطلق من برا. صح. يعني كنت عم تحكي عن الطموح وعن صح. وعن الحلم، يمكن بشارة مثال كتير واضح وواقعي. مزبوط. عن انه الحلم ممكن، مش هيك؟ اكيد. والفرص بالحياة واردة على طول. على طول على طول. هيدي هي مهم واحد يآمن بموهبته ويشتغل على موهبته، شغلة كتير مهمة. لأنه بشارة كمان اشتغل كتير على هالموهبة اللي عطاياها اللي اجته من الله يعني، بس هو كمان اشتغل كتير على صوته. وانا يعني حتى عند بارانتيز بشارة بوقت من الاوقات حتى مرق بالإيكول ديزار، يعني كنت مع جالينا. صح مزبوط مزبوط. نوجه له تحيه بروسيه للكوتش تبعه. بقى كمان انه هذا بدل انه وقت واحد في طموح وفي ايجابيه، انا بامن فيها هذه الشغله بالحياه، الفرصه بتجي بالنهايه وكل واحد بياخذ. بعدين بتعرف يعني اليوم وقت بيجي هيدا البروبوزلز لبشارة انه ياخذ هالادوار هيدي، انه مش مغرومين بلون عيونه لبشارة، لانه في بوتنشل كبير. بتعرف في الوفات السينجرز بالعالم انه ليه اختاروا له؟ لانه فيها البوتنشل هيدا. بقى هيدي هي اللي طيب غسان اليوم تمام. بشارة يحكي عن حاله، نخلي الاستاذ يحكي. اليوم يعني لما يعني الدوله المملكه المتحده بسموها تعرض على بشارة اقامه عندها، لانه هي بحاجه لصوت مثل صوته. صح. اكيد شافوا بالصوت بعد جديد، بس شافوا كمان بالشخصيه وبالاداء، مش هيك؟ بدون شك. يعني باكج هو كله سوا. بدون شك، لانه هي بتعرف وقت بتقول انت مغني اوبرا في عندك الجانب اللي هو له علاقه بالبريزانس، له علاقه بالتمثيل، له علاقه بالكاريزما. يعني في ناس ما عندهم اصوات تاخذ العقل، بس محدودين بفكره انه يطلعوا يغنوا يمكن اون ستيج كونسرت. بقى بشارة الاوبورتونيتي اللي اجته لانه شافوا فيه كمان انه عنده كل هول الجوانب، يعني عنده بريزانس سيرسان، عنده يعني وقت بتحضر الاوبراز اللي عم بيمثل فيهم بشارة، عم بقول بمثل لانه مش عم بحكي، هلا عم نحكي عن الجانب التمثيلي، انه مقنع جدا، كثير مقنع. بقى وهيدا الشيء اللي عم نقوله انه فعلا بكبر القلب، يعني انه وفي قدره كمان واضحه على الحفظ، مش هيك؟ اذا عم تقول لي هي اللي يتقن الواحد اللغات اللي عم بيغني فيها كثير مهمه، لانه ما فيك تاخذ الكاركتير اذا ما كنت تتقن اللغه، كان الايطاليه او الروسيه او الالمانيه او الفرنسويه اللي انت عم بتاديها، يعني او بدها تصير مثل عم بيأدي رول واجب. مزبوط. اتذكرت هلا شغله السنه الماضيه كنا عم نتصيد سوا بصربيا،
بقى في هونيك نار عم نقوس فري. كنا بشارة كنا قاعد كنا قاعد بالسيارة عم نحفظ دوره كان تبع بعتقد كارمن. مزبوط عم بتذكرها كتير بتضحك فريستراسيون وأنا عم بقوس فري وهو عم بتكونوا نجحتوا اثنيناتكم. ايه وصلت كتير فري أنا نهارتها هو قدم اللي بده يقدمه. بشارة شاركت بأعمال يعني أعمالك المسرحية قشت على لبنان ولا بعد؟ شاركت بمهرجان دولي لبناني؟ مهرجانات دولية مش لبنانية عملت دول لبنانية كانت كونسرت مش مسرحيات. والمسرحيات اللي عملناها كانت مقتصرة بالأوبرا ستوديو اللي كان بعده عم يتأسس بلبنان مع الجامعة الأنطونية والأنديو والكونسرفاتوار والبستان. بقى كان أكيد عند انطلاقته كان باربيرا السيفيليا معهم، وبعد سنتين عملنا كوسي فانتوتي. إن شاء الله بنشوفك صيفية الجاي بالمهرجانات مع عمل من الأعمال أو أكثر يلي قدمتهم بأوروبا كمان. هذا بعتقد مكسب مش هيك؟ أكيد أكيد طبيعي يعني. وبتعرف شارع عم يدعى غالبا على لبنان يعني عم كتير بجرب يشارك يعني بالرغم من اللي عم يعملوا برا أنه حريص على طول، وهذا اللي بقلي إياه أنه يضل عنده موطأ قدم مثل ما بيقولوا بلبنان يعني. نحن فخورين كتير فيك بشارع ونتمنى لك كل التوفيق عقد ما موهبتك كبيرة تجيك كمان فرص بعد أكبر وأكبر. Thank you. هلا بدنا نسمع أفي مريز، بدنا نكمل كافي بقى بشارة. هلا بدنا نسمع منه لكينا، بدنا ندعيك بشارة ترجع على موقعك الغنائي. هلا الأفي مريز رح نسمعها اللي هي من ويليام جوميز، وهيدي ألفها ويليام جوميز كمان، هي من الأفي مريز منو كتير معروفين خلينا نقول اللي رح نعرف الجمهور عليها. ألفها لهدف معين اللي كان وقتها في أوبريشن معين اسمها Walking for William اللي هي كانت نوع من يعني fundraising كان، وألفها لهيدي الشغلة. ويليام جوميز هو مات سنة 2000. بقى هلأ رح نسمعها لكينا من بشارة مفرش. Maria, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. María, llena eres de gracia, bendita eres tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ahora en la hora de nuestra muerte, amén, amén, amén. قطعة حلوة كتير كتير، ومنفكر غسان قدي يعني مريم ملهمة عبر السنين كلها يعني اللي انشغلت فيها هالقطع، قدي مريم هي ملهمة وحافز للتجديد. ومنعرف قدي الأرساكري أو الفنون المقدسة كانت بشكل عام حركت إلهام كل الفنانين بالرسم بالموسيقى، ولو ماها بعتقد ما كنا
يعني كنا خسرنا اثار كثير مهمه بالانسانيه ما كانت موجوده، والدليل نشوف يعني متحف الفاتيكان، الكنائس الموجوده هناك والكنائس اللي عندنا كمان يلي بتختصر كل هالحقبات التاريخيه. كثير صحيح اللي عم تحكيه إلي، واللي حكيته انت الاكزامبل اعطيته بموضوع البينتينج هو نفسه بالنسبه للموسيقى. يعني اذا بتشوف انت كل الكومبوزرز خلال التاريخ كان عندهم تركيز بشكل اساسي على ريبرتوار ليجو، يعني لانه هي رح لك ليه تقنيا خلينا نقول هو المطرح اللي انت بتقدر بالكتابة تبعك انت وقت تدرس ارموني وفوغ وكونتربوان، هو لأكثر اعمال انت قادر تنفذ هالبجاج اللي عندك. بقى من هيك ما في كومبوزر من هول الكبار الا ما اشتغل ريليجيو. وطبعا وقت عم نقول العذراء يعني كان كمان في دور كبير لهيدا الموضوع. يعني بشوف كل الاعمال اللي انعملت للكبار بتلاقي على طول في حصه كان للعذراء، لانه تعرف لهي رمزيه تبعها كمان. حتى يعني تخيل انه في مؤلفين معينين هم يمكن ما كانوا مؤمنين، كانوا ملحدين حتى ولحنوا شيء للعذراء، لانه بالنهايه في عندك هالكوتي اللي عدا عن الكوتي طبعا مثل ما قلت المقدس لها، في عندك الكوتي اللي هو هالام الحنون اللي ضحت لي. يعني هيدي مين ما بيتأثر بهذا الموضوع. بقى من هيك هو مصدر إلهام كلي كان لكل الكومبوزرز بشكل كتير كتير كبير. وعم نحكي إذا عم نحكي عن الأفي ماريا، حتى عم نحكي يعني إذا ما نحكي بلبنان اليوم، إذا بتحكي عن تريتيل اللي انعملت للعذراء إنه قديش ريبرتوار كتير كتير كبير وفعلا بيأثر. يعني ما في تريتيل للعذراء ما بتأثرك، لأنه مثل ما قلت في هيدا الكوتيل اللي المقدس، بس بنفس الوقت في كوتيل أمومي اللي هي بتمثله بشكل أروع شيء ممكن. يعني بدي عيد أمي على فكرة، كنت ناسي عيدها، هي اسمها روزماري. بقى بدي عيدها وبدي عيد بنت خيي كمان اسمها ماريا وكل اللي اسمهم ماريا أو ماريا. هلأ اللي رح نسمعه إلي هي كمان من هيدا رح بونس، هيدا البونس مزبوط، هيدا آخر وحدة ولا بعد في غيرها؟ بعد في اثنين، ما بعرف فينا نمرق اثنين أو وحدة. ايه فينا نمرق أكيد. رح نمرق هلأ الأو ماريا نومي سوافي اللي هي يعني خلينا نقول عن جد ترتيلي بكل معنى الكلمة. يعني هي خلينا نقول برات الريبرتوار هيك المتعارف عليه. بشارع اذا بدك فينا نعمل قبل نعمل باخ جونو، فينا اذا بدكم فينا نعمل هلا باخ جونو. رح خبر شوي عنا هيدي الافي ماريا شو. يلا نومي سوافي. بقى عم بقول لك كنت لي هيدي ترتيلي فعلا ترتيلي، يعني بتحس انه يمكن اكثر من الافي ماريا المعروفه، لانه فيها الناحيه كثير تدعيك للخشوع بشكل فظيع. وهلا رح تعرف رح تسمعها، وما انا كثير معروفه هي، بس هيدا عزيزه على قلب بشاره. بقى لك بشاره مفرج. Maria, nome soave di speranza e amore, sempre ti avrò sul labbro nel mio cuore, sempre ti avrò sul labbro nel mio cuore. Ossilio dei cristiano tuo Maria, tempio prezioso della Trinità, proteggi dal maligno d'alma mia, colma tuo azzurro della tua pietà. O tutta santa chiamami con te nello splendore dell'eterno re. O Maria, nome soave di speranza e amore, sempre ti avrò sul labbro nel mio cuore, sempre ti avrò sul labbro nel mio cuore. مش معقول شو حلوة وشو فيها سلام. على كل حال كل الإطار يلي عم يتقدم اليوم بيعكس كمان إيمان الملحن بعتقد ورغبته بأنه يدخلك
بنص نص الأفي ماريا. مش مزبوط هيك؟ مزبوط، لأنه بتعرف إلي الكلمات يعني، وهيدا يا أخي نقول علميا معروف القصة، وبتحكي أغنية مجرد ما تكون أغنية عطول انكونسيما راسك بيروح للكلمة قبل اللحن، عكس ما بفكر الإنسان. أنت بتقول مثلا هاي الغنية سمعتها أو الترتيلة أو الأنشود اللي هي، عطول بتقول أنا الميلودي تبعها هي أكتر شيء أول شيء أثرت فيه، بس هو انكونسيما وهي علميا عم بحكيك الكلمة بتكون عم بتفوت براسك. دونك أنت وقت عم تحكي عن موضوع هالقد في صلاة هالقد في خشوع، أنت بدون ما تحس عم بتفوت بالمود قبل ما تكون عم تركز على اللحن أو قبل ما تكون عم تركز على صوت المؤدي أو المؤدية. بقى قديش مهم هيدا الموضوع عن جد، وقدي طبعا هون مندعي كل الناس شعرة اللي بيكتبوا أنه عطول أو حتى المغنيين خلينا نقول، لأنه هن اللي بيطلبوا من الشاعر يكتب، أنه ما يستخفوا موضوع الكلمة، أنه يقولوا لا المهم تكون كلمة هيك خفيفة تقول تفوت على القلب. مش مزبوط هيدا الشيء، هيدا اللي أكتر شيء بترسخ باللاوعي تبع الإنسان ولاحقا بالوعي تبع. بقى والأفي مارياز يعني عن جد وتفكر بالكلمات قصة كبيرة عن جد. نحن بعد معنا دقيقة قبل ما نروح على العناوين. أوكي. وبعدين بيبقى معنا. إيه بيبقى معنا وقت. أوكي. هلا أنا بعد في عنا مقطوعة واحدة بقى، بعتقد لازم ما تمان أطشر نخليها لبعض الهيدلاينز. بشارة ما بعرف في عندك شيء هلا مشاريع قريبة بدك تقول لها عنها قريبة. هلا عم نحضر لا كليوباترا برويال ألبرت هول. آه واو. أوكي. يلي رح تنتقل هي زيتها على دبي مسقط قطر. أوكي. بالمبدأ مع الإكيب الإنجليزي، وعم بعمل مع ويلش ناشونال أوبرا أوبرا جديدة مكتوبة بالإنجليزي ورح تنعرض بأوبرا دبي على رد. واو. يعني عزيز. أملنا إنه هالعروض كمان نشوفها عنا بلبنان، خاصة عمل كبير كوع وتجي لعنا وصلتوا على دبي وعلى مسقط. صحيح. نحن رح نتابع حلقتنا مباشرة بعد عناوين الأخبار بانتظار آخر فيرسيون من أفي ماريا، وهي كتير معروفة جدا جدا. خليكم معنا. حلقتنا بتكفح الحلقة الخاصة بعيد انتقال سيد العذراء بالنفس والجسد للسماء، ومتابعين بميوزيكل وجولة على الأفي ماريا. صرنا سامعين خمس فيرسيون أو خمس نسخ لمؤلفين عالميين، اثنين أو ثلاثة بنعرفهم كتير منيح مش هيك، والبقية ناس تعرفهم ناس عم تعرف عليهم وناس عم تتعرف عليهم. صحيح. بقى وشفت قليل اختلاف بالستيل خلينا نقول بين وحدة وتانية وحسب الإبوك، لأنه كمان في إشياء عملت قديمة كتير، عم نحكي من 200 سنة، في إشياء كتير معاصرة يعني طبعا جوميز اللي هي يعني عم نحكي من حوالي 25-30 سنة. آخر وحدة رح نسمعها اللي هي كمان من اللي كتير معروفين اللي هي تبع الأفي ماريا تبع جونو. قصتها فظيعة إلي، لأنه هي وقت وهون بدعي المشاهدين يركزوا على موضوع كمان جوزيف صالح شو عم يعزف فيها هيدي، لأنه هي البارتي اللي عم يعزفها جوزيف هي مؤلفة باخ جان سيباستيان باخ، ما له أي علاقة لا بالأفي ماريا ولا بشي. كان الموضوع هي بريليود من الكلافيه كلافسان بيان تامبيري اللي عمله باخ، واللي هي كان يعتبر إنجاز وقت عمله هيدا باخ، لأنه كان لأول مرة عم بيأكد على موضوع بدون ما فوت بالإشياء التقنية على الإشال يعني الجام الغربية اللي منعرفها اليوم، اللي هي مؤلفة من دوميتون من سميون إيغو 12 واحد إيغو يعني قد بعضهم 100%، يعني ما بقى في شيء قريب على الربع او اكثر شوي من النص حددهم. وهيدا كان كلافسان بيان تامبيري هدفه انه بكل هالكتاب هيدا اللي عمله انه ياكد انه قد ما تغير توناليتي انت قادر ضل عندك كل الامكانيات. دونك الفا بريلود هيدا عم نحكي ايام باخ. بيجي جونو عم نحكي بعد سنين عشرات السنين ألف نوع من امبروفيزاسيون عليها، كانت انسترومنتال يعني عملها شيء للانسترومنت، ما كانت يعني عملها بيانيستيك. هو رجع اجا بيير زيمرمان اللي هو صار بعدين عمه يعني جوز مرته لاغونو، ألف عملها للفيولون. يعني تخيل قديه تطورت، لحد هون ما كان بعد في صوت يعني بعد بس كلها انسترومنتال. رجع بمرحلة لاحقة زاد عليها كواير يعني كورال مع الفيولون والفيولونسيل. يعني تخيل كيف عم تتطور، لحد ما بعدين رجع هو كمان زيمرمان قرر انه يحط الأفي ماريا كلمات الأفي ماريا المعروفة على هالبريلود تبع باخ، وصارت الأفي ماريا اللي نحن بنعرفها اليوم واللي هي
من أشهر الأفي مارياز، ويعني حلم أكيد كل مغني يغنيها أو مغني تغنيها. بحال رح اسمعها بطريقة، على طريقة بشارة مفرش، خلينا نقول مع البصمة تبعه. أفي ماريا جونو. كثير بشارة، شكرا كثير جوزيف غستان، ميرسي على الحلقة اللي بتاخذ العقل. ميرسي لك لي، واكيد شكر كبير كمان مرة لبشارة مفرج ولجوزيف صالح. اكيد احنا هيك بنكون ختمنا حلقتنا معكم لليوم. ان شاء الله العذراء سيدة لبنان تبقى حميتكم وحرستكم. بكره موعد جديد على 8:30. باي باي.